سيداتي نساتي سادتي أجمل تحية مني أينما كنتم. اليوم نجلب لكم مباراة كبيرة في أجواء حماسية وغير عادية. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وهنا لدينا مباراة مرتقبة في إطار منافسات ديفيجن رايفلز. في ظل هذه الأجواء الحماسية المثيرة، الكل متحمس هنا لمشاهدة مباراة كبيرة. ننتظر حقيقة مع حضراتكم مشاهدة مباراة كبيرة ومتعة حقيقية من الفريقين. الله على اعتراض التسديدة، لكن سيتي يحافظ على كرته. بيبي، ألا مع لاكازيت. الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة. ضغط مميز من الفريق يستعيد من خلال الكرة. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. افتكاك الكرة داخل المنطقة. رودري، الكرة تعود إلى الخصم. كرة بينية خلف المدافعين. ماذا يفعل الآن؟ يعدي بسهولة. حارس هذا ليفربول حكم يكتفي باحتساب ركلة الجزاء هنا. اعتقد ان اللاعب كان يستحق انذار بعد هذا التدخل. ممكن ان نشاهد الهدف الاول في هذه اللحظات. أبلع أبلع أبلع، حرك 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 الريموت، يلا أبلع يلا الله يا إنسان. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. قطع الكرة في التوقيت المناسب. هجمة تبدو واعدة من جانب فريق بيست. فيران توريس، مستحيل، الكرة في المرمى مرة أخرى. الحكم يشير إلى مخالفة، واللاعب ما يتمنى يتلقى كرت أصفر. مجهود في منتهى الروعة. كرة بتروح لفان دايك، ممتاز في إيقاف التسديدة. عمل جيد في قطع الكرة. يبعد الخطورة في هذه الكرة. تدخل بخلص الكرة. ألكسندر لاكازيت، يا رب حارسنا حارسنا ما في خوف منه، حارسنا قوي. حاول تصدي على الطاير، نجح في إبعاد الضربة الركنية. أوف عديت من هذا. يا هو أرجع، يا الله أكبر عليك. كانتي، أيوه يا سلام على الهروب. شوف التيك اوت في اللقطه الماضيه. يتدخل اليسون ومازال اللعب مستمر. الله الله الله، هدف يحرك الشباك، هدف يشعل. هذه فرصه هدف. يا الله، هذه كيف ضاعت. انفراد صريح بالمرمى، كان يجب اللعب بهدوء وتركيز وليس بهذه القوه. أفضلية في السيطرة من نصيب فريق بيست حتى الآن. الله أوريكم. السيطرة ليست صدفة، مجهود كبير من اللاعبين، من المدرب في رأيي. يعني هم في الطريق لتحقيق فوز كبير. إلى فرصة واحد على واحد الآن. يتقلص الفارق، كل شيء ممكن الآن. الوقت كافي لتعديل النتيجة، لتعديل الكفة في هذه المباراة. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. روبرتو فيرمينو، المساحة أمامه في هذه اللحظات. أوهو، تشيزني يتصدى. الله، ألكسندر لاكازيت.
المباراة الآن. العودة تقترب، التعادل صار ممكنا، المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن. أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. بينية جميلة من رحيم ستيرلينج، نجم المباراة، عريس القمة، حديث اليوم، مانشيت الصحف غدا، يتألق ويسجل الهاتريك في المباراة. ثلاثة أهداف لك بيعدي فيها فرصة الآن. أوهو، تصدي يا تشيزيني، فرصة خطيرة جدا لكن ينجح في إيقافها. تحرك للأمام وبناء هجمة من جانب فريق بيست. جول وكانتي. يا الله حال عاد علينا يعرف طريق المرمى بالغريزة، يسجل أهدافا غزيرة. اللعب يتواصل مع ضربة البداية، مباراة غزيرة الأهداف من الفريقين. الكرة بتتخلص، بيعدي فيها، بمر، بيعدي، ومحاولة ولكن كرة تصل إلى الحارس. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. البحث عن هجمة مرتدة، فرصة والمساحة موجودة. أي هجمة وأي هدف، أي كرة مرتدة مثالية، أي سرعة وأي مهارة في التحرك، أي انتقال من الدفاع إلى الهجوم. يا رب يا الله، 5-3 مهرجان تهديفي و8 أهداف كاملة في المباراة. ألكسندر لاكازيت، رحيم ستيرلينج يمنع تسديدة من المرور، فرصة تقليص الفارق الآن. احتراض للكرة مرة أخرى، ممتاز في قراءة اللعب، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول. الحمد لله يعني يوم يقابل مشروع الدفاع يعني مش عليه. تواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية للشوط الثاني من هذا اللقاء. فيران توريس، شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. خطأ في مكان أصفر، الله يشجع كايب. سبق الإنذار الشفوي قبل ذلك، والآن البطاقة الصفراء مستحقة، لا يمكن الاعتراض على هذا القرار. الحارس يمسك بالكرة بعد تنفيذ الكرة الثابتة. رائع في قراءة الفريق الخصم. فرصة لهجوم معاكس الآن في هذه المباراة. افتكاك ممتاز للكرة. الله على التمريرة من فيرمينو. كرة بينية كادت أن تشكل خطورة لكن هذا تصدي. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. لاكازيت يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. ممتاز في الضغط العالي. افتك الكرة في المنطقة الخلفية، ودفاع ممتاز. وكرة مقطوعة. فيران، الكرة لا تمر.
الحلول أمامه في الهجوم. جورجينيو كانت يفرض نفسه، اسلوبه، سيطرته، تكتيكه في وسط الملعب. روبرتو فيرمينو، لكن فرصة لا تستغل بالشكل المطلوب. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة، تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد. الكرة أصبحت مع الخصم الآن، يعود للخلف من أجل الكرة، مرور ناجح بالكرة، الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث، هاتريك لهذا اللاعب الكبير. 6 أهداف مقابل 3، مهرجان أهداف في هذه المباراة. مساحة موجودة في الطرف أمام فريق بيست. ضغط عالي جدا في الأمام. مستحيل التصدي من أليسون. كرة من هذا المكان. ردة فعل غير عادية من هذا البرازيلي. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. نجاح في إبعاد الضربة الركنية. جول وكانتي. سددها. يمنع التسديدة من المرور. ألكسندر لاكازيت. لوك شاو. وصلت إلى بيبي. لوك شاو. كانت خطيرة جدا، كان ممكن تكون هدف لكن ضاعت. الآن تتحول إلى ضربة مرمى. كرة تذهب للفريق الخصم بالخطأ. عادي عادي عادي، نتيجة كبيرة عادي، ما صراحة بمنح الخصم كرة مجانية. الكل يرتكب الأخطاء ومن المهم تصحيحها. حارس يتألق ويبعد الكرة. ممتاز في قراءة اللعب. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. ممتازة التمريرة من فيراتي. ماذا أهدر في هذه اللقطة؟ أنت أمام المرمى، ماذا تريد أكثر؟ موقف الواحد على واحد، لا يمكن أن تضيع هذه الكرة. فرصة مثل هذه سهلة جدا. بناء الهجمة بشكل سليم. يا ركوتية الله أبطال أبطال يا أخي، كلهم أبطال. الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. كرة بتضرب الخط الخلفي. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة. الله تصدي وإيقاف الخطورة. شاهدنا انقضاض على الكرة بكل بسالة. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. فيران. برافو حارس المرمى. ارتمى على الكرة بشكل ممتاز. عادي عادي، أحسن سجل أهداف. كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. حارس المرمى بعدها بقطع يده. شوف الآن تظهر فعالية الضغط العالي. ضاعت الكرة. شوف يا ذكي صح. قرات شو اسمه فيند والله ناس يا أخي اسمه طويل يا أخي. تنافس مستمر على الكرة. ألكسندر لاكازيت. يا الله رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. فرصة لكرة مرتدة. والله مرتدة حلوة ما شاء الله. يا لعيب شوف كيف يتخلص. يا فنان متعني متعني. فان دايك يتدخل ويبعد العرضية.
وهذه هي فاصلة نهاية المباراة. أنا ما عندي مستوى لكن جيجي جيجي فوز لأصحاب الأرض. مباراة كبيرة من اللاعبين تفوق. إن شاء الله عجبكم المباراة يعني فرحت بالصراحة. كانت الحد والنتيجة تعبر عن ما قدموه. أذكر الله طب هذا هجوم يعني تعبت عليه الصراحة. الترقم عنده تعبان ولكن حبيت التنام أنا كذا.